استني، قبل ما تمشي لازم تعرف انا عملت كده ليه. عملت كده ليه؟ اتجوزت عليا ليه يا حاتم؟ انت السبب يا هلا. كنت متأكدة انك هتقول كده. عمرك ما اعترفتي بغلطة انت عملتيها ابدا. وانا ايه غلطتي المرة دي؟ سبتها تلعب عليك لحد ما اتجوزتك مش كده؟ رحاب ملهاش دعوة باللي حصل ده خالص. ما تنطقش اسمها قدامي خالص يا حاتم. ملهاش دعوة ازاي؟ اتجوزتك مثلا وهي ما تعرفش ان انت متجوز؟ لا، اتجوزتني لما لقيتني بقيت لوحدي، لما لقيتني انا وانت بقينا بعيد عن بعض، واحنا عمرنا ما كنا بعيد عن بعض زي دلوقتي. انا السبب برضو مش كده؟ اه طبعا انت السبب، انت اللي عايزه تبقي ام بالعافيه يا هاله. ضغطتي عليا علشان اوافق ان احنا نزرع ابننا في بطن واحده تانيه. حسستيني لاول مره ان انا ماليش راي، وان انا ما ينفعش اعترض على اي كلمه انت بتقوليها. انا صممت اكون ام عشان انت كمان تبقى اب على فكره. افتكرت الولد ده لما يجي هيقرب ما بيننا اكتر. الولد ده انا دفعت ثمنه وهانم من ضميري ومن كرامتي، خلاني اعمل حاجات عمري في حياتي ما تخيلت ان انا اعملها، خلاني اخون شرف مهنتي، وفوق كل ده خلاني اغضب ربنا سبحانه وتعالى. وانا عمري ما غضبت ربنا وانت عارفه كده كويس. انا مش عارف الولد ده لما يجي انا هحبه ولا لا، ولا هاخده بذنبك. ذنبي؟ أنا ذنبي وغلطتي إني وثقت فيك. ما كنتش متخيلة يا حاتم إنك ممكن تغدر بيا في يوم من الأيام. أنا ما عملتش حاجة حرام. أنا اتجوزتها بعقد شرعي على سنة الله ورسوله. يا سلام. يعني ابننا اللي هيجي من وجهة نظرك جاي في الحرام، مع إنه ابننا على فكرة من دمنا ولحمنا. إنما جوازك من ورايا بتسميه حلال. عامة أوكي. طالما بتتكلم عن الشرع. يبقى اتطلقني يا دكتور وبرضه بعقد شرعي.